في البوربيس بايثون مفيش غير الهايبو هي اللي شبه سائدة. احنا قلنا ان شبه سائدة يعني بتطلع صورة واحدة لما يكون في نسخة واحدة من الجين، وبتعمل صورة كمان او شكل مختلف لما يكون في نسختين من الجين. فالهايبو هي المثال الوحيد اللي موجود في البوربيس بايثون للكودومينانت او للشبه سائد. الهايبو دي صورته، ده اللي هو كان موجود السنة اللي فاتت في مصر، ده صورته، ده صورته لما بيكبر بيبتدي يفتح شوية. الهايبو دي معناها هايبو ميلانيستيك، او ان اللون الاسود فيه قليل شوية. دي الصورة بتاعته التانية، عشان كده احنا مش بنكتب ان دول طفرتين مختلفتين. الايفري هي الصورة اللي فيها نسختين من الهايبو، يعني لما يبقى عندي أصلة فيها نسختين من جين الهايبو بيبقى اسمها ايفري، وده بيبقى شكلها بتبقى ابيض تقريبا خالص او عاجي. ايفري يعني عاجي او لون سن الفيل كده، وتلاقي عينيها زرقاء، يعني كل جسمها بيبقى ابيض او عاجي وعينيها زرقاء. دي طفرة تانية في البروميس بايسن اسمها الايفري، ودي شبه سائدة او كودومينانت او هايبو من الهايبو. دي طفرة كمان في البروميس بايسن اسمها الجرين، بس دي متنحية. الجرين بروميس بايسن بتبقى تقريبا جسمها سائدة خالص، مفيش بس غير زي بوتش او بلوتشز على جسمها بالشكل اللي موجود ده، وبتبتدي بلوتشز دي تختفي مع الوقت مع العمر. ده شكل الجرين، دي برضو جرين، دي الجرين وهي كبيرة. اوكي، احنا تعرفنا، لو احنا عرفنا كده الطفرة بتاعتنا هبتدي انزلها في المربعات بتاعة البرونات دي عشان اعرف نتيجة الجواز ايه. احنا عرفنا لو احنا جوزنا نورمال ل البينو او لريسيسيف عموما يعني، وعرفنا لو خدنا اتنين هيت جوزناهم من بعض هيطلع ايه. طب افرض انا خدت واحد من الهيت، يعني مثلا الاب هيت البينو ان ايه، والام الام الباينو خالص، ده هيبقى شكله نورمال. يعني الهيت الباينو ده هيبقى شكله نورمال، يعني شكله هو شكله نورمال بس حامل لجين الالباينو، والام هتبقى الماينو. اي كائن ريسيسيف اكيد في نسختين من الجين، فلما تشوف ذكر او نتاية الباينو يبقى اكيد حامل نسختين من الجين. لو شوف أصلة جرانيت يبقى أكيد حاملة نسختين من الجين. لما تشوف أصلة كراميل يبقى أكيد حاملة نسختين من الجين. لما تشوف نسخة هايبو يبقى أكيد حاملة نسخة واحدة من الجين. لما تشوف نسخة ايفري يبقى أكيد حاملة نسختين من الجين. لما تشوف أصلة نورمال هي دي بقى الاختلاف، ممكن تبقى حاملة نسخة أو ممكن تبقى حاملة نسختين لأن هي سائدة، ما تعرفش. لو فيها نسخة هتبقى نورمال، لو فيها نسختين هتبقى نورمال. فخلينا نشوف، احنا دلوقتي جوزنا واحدة حاملة او هيت البينو مع ذكر مع ام البينو، هتدينا ان اي 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 ان اي اي اي، يبقى 50% نورمال هيت البينو و50% الباينو واضح وصريح لان في نسختين واضحين عليه. طب افرض انا خدت اب الباينو وام الباينو، يبقى كله هيطلع اي اي ب100% الباينو، فيهاش كلام. طيب افرض بقى انا عندي حاجة كمان، يعني طبعا الالباينو هو نسخة من اي لو انا عندي مثلا اسمي الالباينو اي اي، الجرانيت جي جي، الكراميل سي سي، اللابي ال ال، الجرين مثلا ار ار، والهايبو الهايبو هسميها اتش كابيتال داش، والايفري
اتش كابيتال اتش كابيتال. اوكي فخلينا شغالين الاول في الريسيسيف. لو انا عندي جرانيت، لو طبعا لو جوزت جرانيت دكر لجرانيت نتايه الولد هتبقى 100% جرانيت زي الحاله دي. طب انا افرض انا جوزت الباينو اب لام جرانيت، هيطلع ايه؟ هيطلع جي اي جي اي جي اي جي اي. ولا واحد من دول فيهم نسختين من جين الالباينو، ولا واحد من دول فيهم نسختين من جين الجرانيت. طبعا هي المفروض تتكتب بشكل تاني عشان دول مش جينين متناسقين مع بعض، المفروض تتكتب في 8 مربعات. لان الالباينو بيأثر في جين انما الجرانيت بيأثر في جين تاني. بس عموما هنا النتيجة هتبقى ان 100% نورمال، مفيش حاجة هتظهر هنا لا الباينو ولا جرانيت، هيطلع كله نورمال بس كله هيت او دابل هيت، بيقولوا عليه دابل هيت لان هي هتبقى هيت الباينو هيت جرانيت. طب الهيت الباينو وهيت جرانيت دول يعني هي دبل هيت، يعني كل الولده حامله شكلها نورمال وحامله الجين الالباينو وحامله الجين الجرانيت. طيب افرض بقى انا خدت من الدبل هيت دول اشوف عاملين ازاي. خلينا بقى نحطهم في جدول تاني، لان لو انا جوزت الدبل هيت للدبل هيت المفروض يطلعوا لي برسنتج مختلفه، هيطلعوا لي حاجه جديده اللي هي بيبقى فيها اتنين جين. افتكر بس بتتكتب ازاي. يعني خلينا على الان فنقول ان اي ان اي ان جي ان جي، وهنا نكتب ان اي ان اي ان جي ان جي. يبقى اول واحده تطلع ان ان اي اي ان ان اي اي ان ان اي جي ان ان اي جي ان ان اي اي N N A A N N A G N N A G N N A G N N A G N N G G N N G G N A N N A G N N A G N N G G N N G G. يبقى هنا هيطلع لي تركيبة كبيرة من الهيتس. هيطلع فيها أول حاجة الباينو، هيطلع فيها دي الباينو لان اي اي نسختين من الجين اهي، خلاص هنا الباينو نسختين من الجين، هنا الباينو نسختين من الجين، هنا الباينو نسختين من الجين، وهنا جرانيت نسختين من الجي، كل دول نسختين من الجي هيطلع فيها جرانيت، هيطلع فيها حاجه وهيطلع نورمالز هيت الباينو وهيطلع نورمال هيت جرانيت وهيطلع نورمال دبل هيت الباينو جرانيت، وهيطلع حاجه جديده بقى اللي هي الباينو جرانيت في نفس الوقت. دي هتبقى 16% من الولده الباينو جرانيت. طب عايزين نشوف الحاجات الدبل دي
بتبقى عامله ازاي. ده مثلا اتنين جين في بعض، يعني هنا دي البينو ولابرانيث، البينو ولابرانيث. يبقى احنا عشان نعمل البينو ولابرانيث بعمل ايه؟ بجيب ذكر البينو واجوزه لنتاية لابرانيث او العكس. بعدين باخد الولدة كلها اللي هي كلها شكلها نورمال واجوزهم لبعض، يطلع لي تقريبا 16% من الولدة او يعني عدد محدود قوي. لما اجوز الهيت البينو هيت جرانيت لبعض هيخلفوا لي البينو ويخلفوني جرانيت، بس هتبقى 16% منهم البينو جرانيت زي اللي في الصورة دي، البينو لابرانيث او جرانيت او اي حاجة ريسيسيف زي دي. دي برضو البينو لابرانيث، البينو لابرانيث. دي البينو جرين، يعني انا حطيت هنا الالبينو جرين مع بعض على اصلة واحدة. دي البينو جرين، دي البينو هايبو اللي بيقولوا عليها بيرل او جوهرة او حاجة زي كده، البينو وهايبو في نفس الوقت على اصلة واحدة. دي ايفري، ايفري يعني جوز هايبو لهايبو. احنا عاوزين نشوف لو انا جوزت هايبو لهايبو يحصل ايه، هنشوفها.